ذكر الدكتور سامي النويصر أن ما يزيد عن 98% من موظفي القطاع العام يعانون من الديون الاستهلاكية، هذا في حين تسجل المملكة ارتفاع في القروض الاستهلاكية بلغت قرابة 322 مليار ريال في نهاية الربع الأخير من العام الفائت. في البداية نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. حذر اقتصاديون من خطورة ارتفاع حجم القروض الشخصية لدى المواطنين واستغلال هذه القروض من قبل المستفيدين في سلع استهلاكية في ظل غياب الاستثمار وثقافة الادخار لديهم. فقد أشارت دراسة نشرتها صحيفة الرياض على لسان المحلل المالي الدكتور سامي النويصر أنه ما يربو على 98% من موظفي القطاع العام يعانون من الديون الاستهلاكية، كون نمط الحياة الحالي يستلزم منهم تحسين دخلهم المالي والخروج من مرحلة الأمان الوظيفي لمرحلة الجراءة والمحاولة، مطالبا بالتوسع في الوظائف بالقطاع الخاص على عكس القطاع العام. وبحسب صحيفة عكاظ فقد أشارت إحصاءات رسمية حول واقع القروض الشخصية مخاوف من استمرار الغوص في دوامة الديون وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري وإنتاجية الفرد، ودفعت هذه الأرقام خبراء وقانونيين إلى الدعوة لكبح هذا الوباء الاجتماعي الذي تقف وراءه ثقافة استهلاكية متفشية في المجتمع وتنمو مدعومة بسهولة الاقتراض وضعف الوعي المالي، مطالبين كذلك بفرض رقابة على البنوك التي تعتبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أنه يقع على البنوك مسؤولية اجتماعية تتمثل في توعية عملائها مالياً ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية صائبة. للحديث عن هذا الموضوع معنا من استديوهاتنا في جدة المحلل المالي الدكتور سامي النويصر، أهلا وسهلا بك دكتور. الله يحييك، شكرا للاستضافة هذه. عندما أشرت في صحيفة الرياض إلى أن ما يربو عن 98% من موظفي القطاع العام يعانون من الديون الاستهلاكية، على ماذا استندت وما الذي يفرق القطاع العام على القطاع الخاص في هذه النقطة تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا خبرتي كبنكي ومصرفي لعدد من السنين، بعدين كتبت عن هذا الموضوع أكثر من قبل أكثر من 3 سنين، ومتابعتي لتقارير اللي تطلع من سما والبنوك المحلية تشير إلى أن نمو الإقراض أو القروض الاستهلاكية في لو على المدة القرنين على مدة العقدين الماضية في تنامي مستمر مخيف، وهذه ظاهرة غريبة على المجتمع عندنا هنا، والتوسع فيها أصبح لدرجة أنه عقبة للتنمية الاقتصادية في البلد. وعلى سبيل المثال مثل الدفعة اللي هي 30% اللي كانت تطلب من البنوك المحلية لأجل أي واحد يحصل على قرض عقاري، وبالتالي أصبحت هذه عقبة في التنمية وشلت قطاع العقار، واحدة من الأسباب اللي شلت قطاع العقار على مدة 3 سنين الماضية أو السنتين بالأحرى عندما أصبحت هذه حقيقة. فبالإضافة إلى المحاكم نجد أن 73% في التقارير هذه تشير أنه هي أغلبها قضايا مالية. طبعا نسبة التعثر عندنا على حسب الإحصائيات بحدود 2%، التعثر اللي هو delinquency اللي يسمونه، وهذه حالة تكون يعني زي ما تقول في حالة الإنعاش تعتبر، أو بحالة اتخاذات قرارات صعبة جدا قد توصل إلى السجن أو الحبس أو شيء زي كذا. فبالتالي أنت تتكلم على أعداد مخيفة. لو جينا مسكنا القطاع العام، عدد القطاع العام حدود 1,217,566 شخص، نسبة الإعالة عندنا في المملكة تقريبا هي 6 إلى 1، نحن نتكلم على حدود شيء يؤثر في بحدود 6-7 مليون شخص تقريبا. فبالتالي هذا الموضوع ما يعني أخذ حقه من الجهات المعنية
بمحاولة حله من جذوره. وطبعا له أسباب عديدة. ما هي؟ تفضل. من أسبابه طبعا زي ما ذكرتم في التقرير أنه تغيير النمط الاستهلاكي اللي عندنا في المملكة تغير جذري، والحياة العصرية تغيرت، المتطلبات فيها تغيرت، الكماليات أصبحت ضرورية. هذا شيء. العنصر الثاني أو السبب الثاني اللي هو حادثة الأسهم في عام 2006 في فبراير 25 عندما سقط من مؤشر الأسهم من 20,850 وتهاوى. لا تنسى أن في سوق الأسهم بحدود 4 مليون مستثمر كان آنذاك. 4 مليون فقد السوق من القيمة السوقية تقريبا 83%. فنحن نتكلم على مدخرات ذهبت، وكان بالبديل أن البنوك تقوم بعملية تمويل. العنصر الثالث أو السبب الثالث اللي هو الترويج القوي من البنوك المحلية للقروض الاستهلاكية، وهذا للأسف لم يجد أي توازن من الجهة المقابلة اللي هي الجهة المقترض. قبل سنة تقريبا مؤسسة النقد أصدرت اللي هو تعميم أو حقوق المستهلك أو تبين فيها بحدود 28 صفحة، ولكن هذا القرار أو الدفاع عن المستهلك أو المقترض أتى بعد ما غرق المستهلك، وأصبح المستهلك يعني لا يوجد عنده وسيلة أنه يسدد. أنا أعطيك على سبيل المثال، لو مسكنا ميزانية الموظف العام 40% تروح منها للأجار، 33% على حسب نظام مؤسسة النقد يروح للقروض الاستهلاكية يعني لسداد القروض. يعني الشخص الموظف يعيش على 27%. ماذا تكفيه؟ هل تكفيه لأنه يسدد تكاليف المواصلات، تكاليف الاتصالات، تكاليف العلاج، المدارس، الملبس، المأكل، المشرب؟ فتحصل أنه ما يطلع من قرض إلا يلتقفه قرض آخر، والدوامة تدور هكذا. وطبعا بدأت بوادرها تبان في المشاكل الاقتصادية زي ما ذكرنا، مشكلة اللي هو القروض اللي هي عطلت قطاع العقار، والمشكلة الثانية ذكرنا في المحاكم، والمشكلة الثالثة اجتماعية. أنا ما أستبعد أنه صارت فيها نوع من التفكك ولها تأثير بالتفكك الأسري. فنتمنى أنه هذا الموضوع يأخذ حقه، بحيث أنه هذه ظاهرة القروض الاستهلاكية ما هي مقبولة في مجتمع إسلامي، في مجتمع عربي ما هي مقبولة. في المجتمع الغربي يشجعون على ما يسمونه consumer debts، لأنه يعتبرون المستهلك هو محرك، ولكن في المقابل في عندك إنسان شخص جهة ثانية اللي هو المنتج. نحن ما عندنا هذا الشيء، في عندنا تاجر وفي عندنا مستهلك، فبالتالي المعادلة غير متكافئة. ولو نظرنا إلى العالم الآن المالي نجد الارتباك اللي ساير في أوروبا وأمريكا بالأحرى كله سببه الغرق والمديونية العالية. لو نظرنا إلى الشرق، والآن الشرق الذي يمتلك القوة المالية هو إيش السبب؟ السبب أنه حصته في الادخار والاستثمار أعلى من عملية الانفاق والبذخ والاستهلاك. فنحن أمام خيارين، يعني أمام الخيار الغربي اللي هو المتمثل في البذخ والصرف والاستهلاك، وأمام النموذج اللي شفناه في الدول الشرق اللي هو الادخار والاستثمار. ولنا في ديننا أهم حاجة أنه يشجع على عملية الحفظ الحقوق، وعملية عدم الإسراف، ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها. طيب دكتور أنت طالبت بالتوسع بالقطاع الخاص على حساب القطاع العام، يعني هل أنا طالبت بال إيه؟ يعني هل هذا مثلا من ضمن الحلول؟ كيف ممكن يكون هذا الشيء؟ القطاع العام تعرف أنت عملية الترقية، عملية النمو بالرواتب محدودة جدا، والدولة كبرت فيها الوظائف، تضخمت لدرجة أنه لا عاد تستوعب أكثر وظائف. فمن باب أولى أنه نعطي فرص للقطاع الخاص وندعم القطاع الخاص، بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعادل حدود 74% من حجم الإجمالي المؤسسات في القطاع الخاص.
بينما التوظيف فيها ما يعادل 28%. ففي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أتصور أنه نخلق وظائف وإمكانيات تطلعنا من الروتين اللي هو روتين الوظيفة إلى نمط اللي هو الريادة والقيادة، إلى نمط الجرأة في, 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 في تحصيل المال وخلق الأعمال الصغيرة والمتوسطة. هذا واحد من الأسباب. ولكن أنا كان عندي اقتراح قبل فترة، وعندما كانت أسعار البترول في أعلى من $100، اقترحت أن الدولة تكون مشاركة بشط جزء من العمولات اللي كانت على هذه القروض، لأنه المقترض أو المستهلك اندفع بدون ضوابط. فأنت تخيل، أنت إذا أنا دخلت في منزل وهذا المنزل لم يكن عناصر السلامة متكاملة فيه، فصاحب المنزل مسؤول عني. إذا أنا أخذت سيارة وأعطيتني سيارة والفرامل لا توجد فيها، لازم أنا أرجع لصاحب المنزل صاحب السيارة وأطلب منه هذا. فبالتالي طلبت من هذا المنطلق أن الدولة تشطب جزء كبير من العمولات اللي هي مستحقة للبنوك. وهذا ليس بغريب الطلب، على فكرة الطلب أمريكا عندما سقط سوق الأسهم عندها في عام 2008 نتيجة ليمن براذرز، وسقط دخلت لإنقاذ سيتي بانك، أمريكان لايف إنشورنس دخلت لإنقاذ شركاتها، الكويت عندك والإمارات كمان شطبت عندك جزء من ديونها، الديون الاستهلاكية على أبنائها. فأنا أقترح إنه من هذا المنطلق، من هذا إنه ينظر لهذا الشيء. طبعا الآن نحن وضعنا نتكلم على سعر بترول بحدود 47، الوضع مختلف، بس أقل ما فيها أنه ينشال العمولات اللي علينا. طبعا الآن لو سمحت لي أن أقول لك أن الآن على سبيل المثال ظاهرة أنه الاقتراض 30% اللي فرضتها مؤسسة النقد، أعتقد الآن بتوجه وزارة الإسكان إلى 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 تحويل الصندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية إلى بنك إسكان، هذا في خير كبير على 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 البلد. إيش الفرق؟ إيش الفرق يعني؟ إيش راح يصير يعني؟ الفرق إيش راح يصير؟ إنه 30% اللي كانت مطلوبة من الشخص، والشخص لا عنده 30%. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال، هناك إحصائية 33,000 واحد تقدموا لشركة تمويلية واكتملت العناصر كلها عندهم، انه تمويليه انهم يستطيعون يحصلون على قرض عقاري. 5% تم الموافقه عليهم لوجود عندهم اللي هو 30%. فلك انت تتخيل انه اغلب الموظفين او اغلب الراغبين بالحصول على السكنه لا يجدون 33%. الدوله الان بوجوب تحويل الصندوق التنميه الى 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 البنك اسكان تستطيع ان تضمن للبنوك 30% بدل ما يكون الشخص تدفع من قبل الشخص نفسه. هذا لا يمكن يتم إلا إذا كان عندنا نتكلم مع جهة تمويلية، ولكن بالطريقة التقليدية اللي كانت متبعة على صندوق التنمية العقارية الأولانية كان عنده خطوط لا يستطيع فيها الإبداع ولا يستطيع أن يخرج عنها. هنا حدد اولا انه هم راح يعملون على عمليه تنميه الموارد البشريه، تنميه المنتجات الماليه وسهوله الاجراءات. هذه الاجواء سوف تخلق فرص طيبه لتجاوز هذا. ولكن نرجع لنفس المشكله، ان هي مشكله هذه القروض يجب انها تحل من جذورها ولا تحل من جزئيه العقار. نعم، انا اشكرك دكتور سامي النويسر المحلل المالي على هذه المشاركة. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.